اهلا بكم معنا على جسر عربي، قناه جسر عربي، قناه العربي ايطاليا، ونستكمل معكم الرخصه الايطاليه بالتفصيل. لا تنسونا من الاعجابات والمشاركات والاشتراكات وبالطبع التعليقات، ونستكمل معكم الموضوع الثاني من الرخصه الايطاليه وهو اشارات الخطر او سينيال دي بيريكولو. ومعنا اشاره جديده من اشارات الخطر وهي بيريكولو دي إنشانديو، يعني خطر الحريق. وهذه الإشارة هي إشارة من إشارات الخطر سينيالي دي بيريكولو، وهي مثلثة الشكل، رأس المثلث لأعلى والإطار باللون الأحمر، الخلفية باللون الأبيض، وهي تتواجد قبل الخطر بمسافة قدرها 150 متر. الخطر هنا يتمثل في إمكانية نشوب حريق أو إنشانديو، وذلك نتيجة أننا نتواجد بجوار غابة بوسكو أو بعض المناطق الخضراء، فهنا في إمكانية لنشوب الحريق. وطبعا في هذه الحالة بيكون إجباري يعني أن يتواجد مع هذه العلامة، علامة استيزا أو بانيلو استيزا، اللي هو يعني عدد الأمتار أو الكيلومترات اللي بيكون على امتدادها يتواجد الخطر، هي ما بين سهمين، عدد الأمتار ما بين السهمين هنا يعني طول المسافة اللي بيكون عليها الخطر. وطبعا في حالة في هذه الحالة بيمنع له السائق أو أي من الركاب، يعني يمنع من السائق أو أي من الركاب إن هم يقوموا بإلقاء أعقاب السجائر المشتعلة من يعني نوافذ السيارة، وأيضا إذا كانت المركبة تحتوي على نوع مرميتا أو اللي هو بيكون وحدة عادم السيارة شكمان من نوع اسمها كاتاليتيكا التي تعمل على تصفية العادم، ففي هذه الحالة يعني لا يجب التوقف عند الشجيرات أو الأعشاب، لأن هذه النوعية من المرميتا أو من الشكمانات هي بتكون درجة حرارتها عالية جدا، فهنا بيكون يعني إمكانية اشتعال الحرائق بيكون بقدر أكبر. وهنا مكتوب معنا بيريكولو دي إنشانديو، يعني خطر نشوب حرائق. وهنا إيه سينيالي دي بيريكولو، هي علامة من علامات الخطر، وكي بري أنونشا، والتي تعلن عن دي نورما 150 متر، عادة بمسافة قدرها 150 متر، لا فيتشينانسا دي زوني لاترالي على استرادا، يعني الاقتراب من مناطق جانبية للطريق، دالتو ريسكيو دينشينديو، يعني بتكون معرضة بقدر كبير لاشتعال أو نشوب حريق. أدزامبيو على سبيل المثال، أمبوسكو يعني غابة، فاتشيلمنت إنفياما بيلي، بتكون سريعة الاشتعال أو قابلة للاشتعال، إي أوبليغاتوريامنت يعني إجباريا، إنتجراتو بتكون متكاملة دال بانيلو مع اللوحة، استيزا اللي هي الامتداد اللي هي المسافة ما بين سهمين، كي انديكا والتي تشير الى لا لونجيتسا ديل تراتو دي استرادا انتريساتو، والتي تشير الى طول مسافة الجزء من الطريق المراد ذكره. وهنا سيه إيل كوندوتشينت إذا كان السائق، أو لي إيفنتوالي باسيجيري أو الركاب، نون ريسبتانو لا يحترمون، إيل ديفياتو المنع دي جيتاري سيجاريت أتشيزي دال فينسترينو، يعني لا يحترمون منع إلقاء يعني السجائر المشتعلة من النافذة. بو فيريفيكارسي اون انشانديو، فإن هذا قد ينتج عنه نشوب حرائق. اي اوبورتونو نون فيرمارسي سولا ستيرباليا كون فيكولو مونيتو دي مارميتا كاتاليتيكا، يعني
هنا يعني المفروض ان عدم الوقوف على الاعشاب بمركبه تحتوي على مرميتا كاتاليتيكا اللي هي الشكمان وحده العادم في المركبه، والتي هي من نوع كاتاليتيكا اللي هي من النوع الحفاز او من النوع الذي يعمل على تنقيه الشوائب بشكل عالي. انكو عنتو لا مرميتا كاتاليتيكا راجونجي اليفات تمبراتور، لان هذه النوعيه من الشكمانات هي ترفع من درجة الحرارة. نون فيرو يعني غير صحيح، كي فيتا إل ترانسيتو أي فيكولي كي ترسبورتانو إسبلوسيفي أو برودوتي فاشيلمنتي إنفيامابيلي، يعني غير صحيح أنها تمنع مرور المركبات التي تحمل متفجرات أو تحمل مواد قابلة للإشتعال. هي ليس لها علاقة بالمادة اللي بتحملها السيارة نفسها أو بالوقود اللي موجود بداخل السيارة، هي لها علاقة بأن إحنا نحترس بعدم إلقاء أي أعقاب سجائر على المناطق الخضراء أو الغابات التي هي بجانب السيارة أو المركبة في هذه المسافة التي هي يعني مشار إليها بعلامة استيزا، فلا يجب إلقاء أعقاب السجائر المشتعلة حتى لا ينشب حرائق، وأيضا عدم الوقوف على الأعشاب في حالة يعني أن تكون المركبة مزودة بعادم اللي هو وحدة إخراج العادم، وحدة إخراج العادم أو الشكمان اللي هي من نوع كاتاليتيكا من نوع الحفاز الذي يعمل على تنقية العادم بشكل عالي، فهذه النوعية بترفع كثيرا من درجة الحرارة وبتزيد من إمكانية نشوب حرائق. وإلى هنا قد انتهينا من حلقة اليوم، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. تابعونا دائما على جي اس ار عربي.